ومع تأبين صاحبة الجلالة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، تمت إضاءة المباني في مملكة البحرين باللون البنفسجي لتشارك مملكة البحرين المملكة المتحدة ألمها في هذا المصاب الجلل برحيل الملكة إليزابيث الثانية، التي كان لها دور كبير ومهم في تعزيز العلاقات بين المملكتين الصديقتين على مدى أكثر من 200 عام، تخللتها العديد من الزيارات المتبادلة بين العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين.